نعم بيني وبينك يا ميشو في مودي طبعا في تحدي كيف في كلام يا سلام بيني وبينك يا ميشو في صداقة كيف لكن في غرام شو وانت كار يا حبيبي بيني وبينك في ضيوف بيني وبينك تفضل شو بيني وبينك في سلام انه شو ممكن يكون في يعني بيني وبينك في اسرار بيني وبينك في حوار من ميشو تكرم عينك بيني وبينك بيحملوا اساسياتو اولكون مرة تانية بيني ما شاء الله تحياتنا لكل مشاهدي تلفزيون مستقبل وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم واهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة من برنامج بيني كل يوم اذا بتلاحظوا المشاهدين انه الصوت عم يقوى بالستوديو وهيدا من محبة المشاهدين يلي عم يتوافدوا لعنا على استوديوهات تلفزيون مستقبل بيروت هول بسن الفيل ببيروت بلبنان طبعا لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا من خارج لبنان فيكم تتصلوا على 00961148 4870 بدي حيي تحية خاصة جدا من القلب لكل الجمهور الموجود معنا داخل الاستوديو زعفة كبيرة لكم لانه فعلا اذا عم بتلاحظوا انه كل يوم عم نمدد الديكور يعني بلشنا اول شيء فوق صرنا ننزل بعد شوي رح نصير هون اخر حلقه ممكن انه هيك قال قدم الحلقه من هون قال هيك اهلا وسهلا فيكم وكذا بس ساعتها بلحظتها ببطل فيني اعمل بيني وبينك بصير هيك بيني اوكي اهلا وسهلا فيكم جميعا من رفقكم اليوم مثل ما صرتوا بتعرفوا اولين اللعبه انه ضيفنا اليوم ممكن يكون فنان ممكن يكون فنانه ممكن يكون ممثل ممكن يكون ممثله بس طبعا المتعارف عليه بحلقه اليوم انه مغير اللوك زقف على العوينات يا حلوين ولا لوك جديد طبعا اللعبه هي انه يعرفوا مين ضيفنا اليوم بيتحدوا بعضهم بالبدايه مشترك داخل الاستوديو بيكون التحدي بينه وبين احد المتصلين من خارج الاستوديو يلي بيربح بيناتهم بيربح مباشره $500 كاش نقدا وعدا بس المهمه انه يحافظ عليهم لانه التحدي بصير بيني وبينه تحيه ايضا للفرقه الموسيقيه اللي بتفاني بكل حلقه زاف الهالون الموجودين معنا داخل الاستوديو معهم بطاقات دخلوا لعنا على الاستوديو معهم كل واحد بطاقه مرقمه من الواحد للمية وثلاثين تقريبا اليوم بنكبس بالكبسه بنختار الشخص هو يلي بيلعب معي على الضيف طبعا كل جوائز برنامج بيني وبينك طيله شهر رمضان المبارك الجوائز الكاش والجوائز العينيه كلهم مقدمين من بيضون سنتر بالكويت بنشوف سوا بيضون سنتر وبنرجع لبيني ها بيضون سنتر الكويت بيتكفل بتقديم كل جوائز برنامج بيني وبينك نقدية والعينية خلال شهر رمضان المبارك بيضون سنتر بفروعه العديدة المنتشرة بجميع أنحاء الكويت بيضون سنتر لمستلزمات المرأة والرجل من ساعات جلديات أقلام عطورات مكياج والمنتجات الراقية والفخمة بيضون سنتر الكويت بيتمنى لكم رمضان مبارك اليوم هي الحلقة الرابعة من برنامج بيني وبينك الحلقة الرابعة مرق معنا ثلاث حلقات وثلاث ضيوف أول شيء بدنا نحيي الضيف الأولى ببيني وبينك سيرين عبد النور أيضا بدنا نحيي الضيف الثاني برنامج بيني وبينك ملحم زين ومنحيي الضيف الثالث مبارح كان وائل جسار وبدنا نحيي ضيف اليوم الضيف الرابع هو أيوه هزوا صار وقت نكبس الكبسة العجيبة بدي اسميها ابتداء من اليوم الكبسة العجيبة هي اللي بتختار المشترك معنا الكبسة الأولى المشترك الأول رح يكون واحد اثنين ثلاثة هيا هلا نشوف الرقم الرقم 31 رقم 3 1 0 3 1 المدام الواقفة هونيك
مرحبا مدام، ليوصلوا لك الميكرو لعندك. اهلا وسهلا فيكي. بونسوار. بونسوارين. كيفك ميشو؟ يا ويلي كثير منيح، كيفك انت؟ كثير منيح. اهلا وسهلا فيك، الاسم الكريم. ميرسي. رانيا صغيب. رانيا صغيب. رانيا صغيب، انت ومين موجوده معنا داخل الاستوديو؟ انا وابني وبنتي. انت وابنك وبنتك، تحيه لرانيا، هي رح تكون معنا المشتركه الاولى. رانيا رح يكون التحدي بينك وبين احد المتصلين على الرقم 00961148-4870. الاتصال الاول. الو. الو مرحبا. مرحبتين. كيف حالك ميشا؟ تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. رمضان مبارك. الله يبارك فيك. مين معنا؟ معك اريج المعايطه من الاردن. مين معي؟ اريج المعايطه من الاردن. أريج اللي كان دق لي بميشو شو؟ يا ناس ويا هو احضر الميشو شو؟ هلا بيني وبينك يا أريج في مودة طبعا، مزبوط؟ مزبوط. أريج بنشجع على أريج، بنقول له أريج أريج ها ها أريج أريج أريج. أيوة. أنتوا مين عم بتتابعينا اليوم بالأردن؟ ومنحيي كل مشاهدينا بالأردن. بتابعك أنا وزوجي. أنت وزوجك؟ وأولادي. والأولاد كم ولد عندك؟ ولدين. ولدين، الله يخلي لك إياهم. الله يسلمك. في حدا بعد معكم بالبيت؟ في حدا بعد معكم بالبيت؟ نعم. أريج أنا؟ أوكي. لا لا. أوكي. أريج، هلا التحدي بينك وبين رانيا. إذا بتربحي رانيا بصير التحدي بيني. أريج؟ أوكي. طيب بس نحن ما سمعناها. اوكي اريج عم تسمعيني؟ معك معك. اوكي، هلا التحدي بينك وبين رانيا. نحن قلنا باول حلقه انه الافضليه دائما للي بداخل الاستوديو، اذا ثاقبوا كمان اثنيناتهم صبايا بيكون كمان الافضليه لداخل الاستوديو، اوكي؟ اوكي. رح نبدا فاذا مع رانيا، رح نمرق لك مشهد من فيديو كليب، مشهد سريع ثابت، اذا بتعرفي انت اللي بتربحي 500 دولار والتحدي بصير بيني وبينك. اريج خليكي معنا على الخط. معك. المشهد الاول على الشاشه. عم نشوف هالمشهد فاذا اوكي، بدي اطلب من الجمهور رجاء خاص اذا ممكن ما نسمع ابدا من الجمهور. رانيا في جواب او لا؟ حبيب قلبي لراغب علامي. حبيب قلبي لراغب علامي. شافوا لرانيا. اريج. أيوة. اريج. اريج. ايوه. سوري اريج. والله لاول مره بشارك معك، يعني معقول يصير معنا مثل انت اول مره بشارك؟ انت اذا مش مشارك، اذا مش مشارك بميشو شو مشاركه شي 25000 مره. يعني انا عامل يمكن مش وشوش شي 500 حلقه، انت مشاركه ب 600 حلقه. لا مش ما بعرف، يعني توقعت انه انا اكون اول وحده كون اني متصله من برا وإشي. طيب نرجع من عيد، يلا تيك تو. الو. ايوه اريج. لا انبسطت اريج. اريج نحن هيدي شروط اللعبه انه دائما يلي بداخل الاستوديو عذب حاله وصار معنا هون هو اللي بيكون عنده افضليه. على كل تحياتنا لك وبنحيي كل مشاهدينا بالاردن يا اريج، وشكرا لاتصالك، من عندك رمضان مبارك لك. طبشت الخط. اوكي اريج، فاذا رانيا تفضل لعنا، بنعطيها زفه لرانيا. مرحبا، كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ رانيا العائله ذكريني. صغيب. رانيا صغيب، انت وابنك وبنتك، من وين رانيا؟ من بيروت. من بيروت، اوكي، عم بتتابعي دائما، انت حضرتينا قبل بمره، مزبوط؟ امبارح كنت، اول امبارح كنت واليوم. اول امبارح واليوم. فاذا اليوم حظك انه تلعبي معنا، لنشوف اذا انت رح تسيطري على الوضع، لانه انت خلصت التحدي بينك وبين اريج، صار التحدي بين مين ومين هلا؟ بيني وبينك. مع الاصبع. بيني وبينك. بيني وبينك، اوكي؟ رانيا الف مبروك لك، بالبدايه ربحتي معنا 500 دولار كاش، 100 2 3 4 5، الف مبروك لك. رانيا 500 دولار كاش، الف مبروك لك، بس بعد ما ضمنتيهم لانه عليك انه تحافظي عليهم. بعد الاعلان رح يكون التحدي بيني وبينك لنعرف مين ضيفنا بحلقه اليوم، اوكي؟ أوكي. اذا بتعرفي من اول صفه بيبقى معك ال 500 دولار، كل صفه ما بتعرفي الضيف تنزل 50 50، اوكي؟ أوكي. حتى اعلانيه اولى بنعود بعدها لمتابعه بيني. برنامجنا موسيقي منوع مميز وفريد من نوعه. ليش عم بقول هالكلام؟ لأنه للحقيقة ببرنامج إيقاع رح ندخل نحن وياكم إلى المكتبة الموسيقية الكبيرة بضمن الأغاني اللبنانية والأغاني الخليجية والمصرية، لنكشف عن الأغاني اللي شوي نسيناها وبعدها ببالنا. you
الإعلان التحدي كان بين رانيا من لبنان وأريج من الأردن عبر الاتصال الهاتفي. طبعا اللي فازت معنا هي رانيا زغيب من بيروت، موجودة معنا داخل الاستوديو هي وعيلتها. ربحت معنا 500 دولار كاش، بس بعد ما حصلت عليهم هيدي مثل ما بقولوا بتوصل لقمة للتم وبتروح. 500 دولار كاش بإيدك، مهمتك هلا تحافظي عليهم إذا بتعرفي مين ضيفنا أو ضيفتنا بحلقة اليوم. أوكي، كل صفة ما بتعرفي مين الضيف أكيد بحق لك تعطي احتمال، إذا إجابة صحيحة بيبقوا معك وبتربحيهم، إذا لا بتعطيني 50 دولار. نحن بالبريك صرفنا ال 500 بيناتهم خمسينات منشان تصير القصة أسهل. الصفة الأولى عن ضيفتنا هي إنه شاركت ببرنامج للهواة. آلين خلف؟ آلين خلف! إجابة غلط! أعطيني 50. طبعا تحياتنا للفنانة آلين خلف يلي ممكن تكون ضيفة بإحدى الحلقة، ما رح نقول. صار معك 450 دولار. أوكي. الصفة الثانية عن ضيفتنا عمرها 20 سنة. لو سمحتوا لا بدي أطلب شغلة، الجمهور مش لازم أبدا نسمع الصوت لأنه بتخسر كل المصاري، تعتبر ملغية نهائيا. رانيا بدك تركزي معي ما تطلعي بالجمهور. عمرها 20 سنة. نانسي عجرم. نانسي عجرم إجابة خاطئة، كمان 50، تعطيني 100 وبتاخذي 50. صاروا 400 دولار. الصفة الثالثة حلوة واللوك تبعها جديد. رانيا خليكي معي. 400 دولار بإيدك، إذا بتعرفي هلا بتاخذيهم، رح يخلص الوقت. هيفا وهبة؟ هيفا وهبة إجابة خاطئة، كمان 50، 350 دولار، وخليكي عم بتركزي معي. الصفة الرابعة شعراتها كيرلي، خليكي معي بليز، شعراتها كيرلي، يعني مجعدين. رانيا 350 دولار كاش بإيدك. ديانا كارازون؟ ديانا كارازون إجابة خاطئة، ديانا مرات بتكون شعراتها كيرلي مرات لا. أوكي، صار معك 300 دولار. الألبوم الوحيد الخاص فيها بيحمل اسمها مش اسم أغنية، يعني السي دي مثلا رانيا، السي دي. خليكي معي رانيا لو سمحتي. أوكي. 300 دولار كاش بإيدك، ما بتعرفي؟ لا. بدي منك 100 وتاخذي 50. صاروا 250 دولار، حافظي عليهم. صورت كليب ورقصت فيه، جمهورنا الكريم اذا ممكن ما نسمع صوت. شيرين؟ صورت كليب ورقصت فيه. شيرين؟ شيرين اجابه خاطئه. سوري. 200 دولار كاش على كل رانيا، بيبقى معك 100 بالنهايه بتربحيها. بترقص باليه كلاسيك، بترقص باليه مودرن، وبترقص شرقي. مريم؟ 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 ما بعرف عائلتها صراحة. اسم عائلتها هو لقب لمطرب لبناني معروف، فارس مريم الأغنية. مريم كرم؟ مريم لا. فارس الأغنية، فارس الأغنية العربية. مريم فارس. مريم فارس إجابة صحيحة. أدابي معك 200 دولار. تحية لرانيا، ألف مبروك لك، 200 دولار كاش نقدا وعدا. شكرا، أهلا وسهلا فيكي، مبروك ال 200 دولار كاش. أوكي. هودي بيبقوا معك. اوكي، تحيه لرانيا بزفه قويه. اما هلا صار وقت نستقبل ضيفتنا مريم فارس. تفضلي مريم. $200 دولار بس ربحت، من ال 500 نزلت ل 200. رانيا لك وين؟ شو سنقفتيها دغري؟ لا ولا ما فينا نزعل منها. الفنانة مريم فارس بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيكي معنا ببرنامج بيني وبينك، من لك رمضان مبارك لك ولكل المشاهدين. وشو قصة هالكليب؟ خلينا نبلش دغري هيك. لحظة. بيني وبينك شو قصة هالكليب؟ لحظة شوي. شو مرتاحة بالقعدة أو لا؟ هلا. اوكي مش الحال؟ إلا شو بدك تعرف؟ لا بدي أعرف إنه حلو قصة باليه وما باليه ورقص وهيك. قد ايه اخذ معكم وقت تصوير؟ كيف طلعت الفكره انه غنى ورقص بنفس الوقت؟ التصوير اخذ من 6 الصبح للتنتين ونص بالليل. فرد صاحبي الفكره كانت انه انا كيف انا بعيش ببيتي، شو بحب اعمل، نفس الشيء.
بتعيشي هيك عادي؟ ايه ماشي وهيك بالبيت ولا لا؟ برقص يلا يلا مش بايدي. حلو. لا انه كيف انا وبسينتي بالاوضه شو بعمل؟ انت وبسينتك؟ وي شو هي بسينتك؟ شو هيدي مش لإلي هاي بالذات. وكيف بسينتك؟ كان عندي اثنين. انت وبسينتهم مش انت وبسينتك؟ لا انا كان عندي اثنين. ايه وحده عربي وحده جنت. هيدي بس لحظه بس جنت بدنا نعرف ليه جنت يعني تركناها شي 24 ساعة يمكن لوحدها بالبيت ومش متعودة. هي جبانة كثير كمان. شو جبانة جبانة بتخاف اف ليه؟ معودينا انه بالبيت ومش مش يا حرام. شو اسمك؟ ديلي. هو ذكر بس كنا نعيط له بسينة. كنت تعيطوا له بسينة بس ايه انه ليلي مشان هيك جن. يي مرة جبنا له بسينة على البيت هرب منه هرب منه خاف. والله نحن بقى ننتبه نحن لايف. ايه انتبه. ايه انت بتعرف انه انت بتعرف انه باللايف ما في مونتاج يعني هلا دغري طلعت على الهواء. طلعت عرفتي ما فينا نرجع. اوكي يعني ايه ميريام بعد في عندك ما بدك تهمل. لا بلا بعد جينا على البيت عم بغنج على الماما يخ كذا شبه ازرق. هلا بتشوف يعني ليه بدي اجيب عليك عصاي جنت لي شبه بالحيطان. على فكرة لذيذة ميريام يعني بس بتخوف على الهواء يعني انه ياخدين حذرنا. ميريام خلينا نبدا شوي ببعض الاسئلة الفنية. خطواتك الفنية الأولى كانت بعمر 9 سنوات وقت اللي شاركتي ببرنامج المواهب الصغيرة على تلفزيون لبنان. نلتي بوقتها ميدالية ذهبية عن فئة الرقص الشرقي. انه طفلة معجزة بالرقص كيف سوى شو يعني؟ لا انا كان بدي فوت على الرقص والغنى سوا بس ما خلوني قال بدك تنقي يا الرقص يا الغنى. فبتعرف انه انا احيانا لانه ارقص احيانا لحظه ما اقعد احفظ. اوكي ايه فلا بتحب كثير الرقص وديجا كنت عامله سنتين بالي كلاسيك بوقتها قبل كان عمري 5 سنين يعني قبل ما تجيبوا لبسينه. ايه لبسينه بس كبرت. ايه طب شو صار حتى انتقلت للغنى؟ ما انا كنت بغني كمان يعني بغني وبرقص انا وصغير مع بعضه. بس انه قدمت على هذا البرنامج قدمت على الرقص مش غنى. ومن بعدها بالمدرسه اكثر شيء يعني شو ما يكون عندنا حفلات وهيك عم غني. من بعدها بال14 سنه كنت اول مره بوقف على ستيج. حلو. كان هيدا قد هيدا الجمهور على مرتين يمكن. تمام عليكم بس كان كانت حفله خاله عملها. وداعي كل شيء في عالم ومن الجبل وحفله يعني. قلت له خاله بدي غني. لك شو بدك تغني؟ قلت له بدي غني. انت شو كنت جاي تعمل؟ جاي ترقصي كنت؟ لا قلت له ايه شو ايه انه هن بدهم لا هن قبل عم بيحكوا انه بدهم يجيبوا مطربه كذا ومطربه كذا. قلت له انا بدي غني. ايه كيف بدك واسطه يعني؟ كيف هيك؟ لا عجبتني الضحكه بس ما فينا الا اذا فيك تعيد. فجاب لي استاذ اسمه سليمان ابو شبل. قال له اسمع لي هالبنت. قال له هو كثير حلو صوتها وممكن انا اتغني. شو غنيتي له وقتها؟ بوقتها صرت غني لام كلثوم. هو سليمان ابو شبل اسمه مزبوط؟ طيب اعتبريني هلا سليمان ابو شبل واعتبري عمرك 14 سنه. شو غنيتي؟ غنيت له لسه فاكر لسه فاكر. سمعينا يلا. فينا؟ فيكي شو؟ عم احم انه مره طيب. بحق لك مره بالحلقه ميرسي. يلا مش هيدي هي الطبع. لا يلا خلوني انا بلش. انا برايي اذا بتغنيها هيك بس سولو بدون موسيقى. لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر
عيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان الله الله الله. طيب ميريام بعمر 16 سنة اشتركتي بمهرجان الأغنية اللبنانية وفزت بالمرتبة الأولى عن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية. خبريني عن هالتجربة. 16 سنة يعني بعد سنتين لما طلعتي على المسرح. نعم. هي تاني مرة بتعملي. بعد حقول لك مرة ثانية. أوكي. أوكي. لا لا بتكملي أوكي. أي مزبوط. أنا كنت قبل بهيدا الوقت كان صار عمري 15 سنة فزت على الكونسرفاتوار عملت 4 سنين غنى شرقي. أربع يعني سنين من 15 ل 16 لا يعني كملت ما عملت لك أنا هيك هيدا ما عملت لك هيك هيدا ال 16 هون عملت لك أنا هيك يعني بعد السنة أوكي طيب بلشت هون وكملت هون عظيم فكنت بهذا الوقت أنا بالكونسرفاتوار وأكيد تعرف أكثر بزيد التشجيع وأنا صرت واثقة من نفسي أكثر صح قدمت على هيدا البرنامج وهلا صرتي واثقة من نفسك أكثر من قبل أكيد يعني إذا بدك وكيف كانت التجربة بوقتها؟ حلوة كثير لأنه ثاني سنة يعني بس صار عمرك 17 سنة اشتركتي ببرنامج استوديو الفن مضبوط وبوقتها عن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية وبتذكر إنه فزتي يوما عن ثلاث محافظات يلي هن جنوب بيروت وجبل لبنان طيب شو صار تطرت من البرنامج؟ يعني برأيك في حدا إنه عمل شيء ليطيرك لأنه كنت معك الميدالية الذهبية عن ثلاث محافظات جوانح لا هو اول شيء اخذت عن الجنوب وبعدين بشهاده الدكتور وليد غلميه نعم. اخذت عن الجنوب جبل لبنان وبيروت هلا وصلت للتصفيه النهائيه ما كملت ما كملت انه ما نقوك يعني ايه رجعت طلعت الخامسه على خمس محافظات من بعد ما كنت الاولى على ثلاث محافظات طب رجعت فتت بمجال الغناء وقررت تكملي بمجال الغناء تحدي للاشخاص لا لا انا مقرره من قبل ان كان هيك ولا هيك طيب بالاستوديو الفن غنيتي يمكن للمطرب الكبير نجاح سلام مزبوط شو غنيتي لوقتها كمان بالاستوديو الفن غنيت لها برهوم حكيمي وغنيت لها شاب في حدا اسمه برهوم هون ابراهيم شو في بنت هونيك اسمها برهوم اسامه من غنجو ابراهيم اوكي برهوم وبرهوم غني له لبرهوم حكيني زعلان سليني وبرهوم حكيني ايوه زعلان سليني ومن فرجتك يابا مجروح داويني ايوه ومن فرجتك يابا ايوه مجروح داويني وبرهوم 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 حكيني يا برهوم رد عليا يا برهوم ميريام خلينا نحكي شوي عن السي دي الجديد يلي صدر مؤخرا عنوانه اسمك اسم السي دي ميريام يعني اذا واحد بده يروح يشتري سي دي بقول له بليز اعطيني سي دي ميريام ليش سميتيه باسمك وما سميتيه باسم مثلا اغنيه ضاربه بالكليب او بحبوها الناس او توقعتي للنجاح انه لانه صراحه يسالوني اي احلى غنية بتحبيها لنحط الاسم لهم ما في كلهم بحبهم كلهم حبيتهم كل وحده عندها ستايل حلو. الغنيه بس اكثر شيء بحب ميريام واكثر شيء ايه وهيك بيني وبينك بنعرف اسمي اكثر يعني صح مزبوط مزبوط منشان هيك حلو مش غلط ماركتينج جيد طيب ميريام بهالالبوم الجديد يلي عم نحكي عنه يلي هو ميريام الملاحظ انه في ست الحان بقلبه يونانيه من اصل 8 وفي طبعا اثنين لحنين واحد لبودي نعوم واحد لرجال حلبي طيب والملاحظ ايضا الشغله الثانيه انه سبعه من اصل الاغاني الثمانيه هن طبعا للشاعر توني ابي كرم طب يعني ليه توني ابي كرم سبع اغاني من اصل ثمانيه شوف هلا انا بعدني مبلش جديد فما بتفرق معي يعني مين ومن وين وهيك توني كان عم بيسمعني كلمات حلوه عم بتفوت لقلبي دغري عم بحفظها دغري يعني من اول ما بيقول لي اياها بتلاقيني حفظتهم لهيدا ما كان عندي مانع يعني ما لقيتها شيء بوزيتيف هي بالنهايه يعني ما لقيتها نيجاتيف
نيجاتيف لقيتيها شيء بوزيتيف عشان ما يزعل منك. لقيتها شيء بوزيتيف. لقيتيها شيء بوزيتيف. ما في مونتاج يا الله. يلا هي البوزيتيف يعني بلس هذيك ماينس. ميرسي. لقيتيها بوزيتيف. طيب طبعا تحياتنا للشاعر توني ابي كرم من حيين برنامج بيني وبينك. وعندي سؤال بعد، هل صحيح انه والدتك هي اللي بتصمم لك ازيائك؟ مزبوط مزبوط دائما من انت وصغيره. طيب كمان بيقولوا انه امك بتشجعك يعني على مثل مديرة اعمالك او شيء ولا لا؟ يعني حد على طول ان كان في مدير ولا لا هي حد على طول. طيب في شغله انا دائما بلاقيها انه دائما الفنانه او عارضه الازياء او الممثله يعني بنلاحظ انه دائما اما بتشجعها اما بتسندها. ليه برايك مش بيا مثلا؟ لا في بيا اكثر شيء انا بشوفه مثلا دائما يعني في بيا وفي خيا وفي عمه في هلا انا ماما كيف؟ لانه ماما يعني كل المواهب اللي انا عندي اياها هي كانت عند ماما. كانت تحب تغني وتحب ترقص وهي تصميم الازياء يعني كل شيء. والبسينات بتحب كمان تجيب بسينات؟ لا انا حببتها بالبسينات. اوكي هيدي ف يعني بتلاقيها كثير بتشجعني. هلا هي اهلها ما خلوها وتجوزت جديده وهي جديده مش خلينا جديدة. مش كثير يعني على الهوا تجوزت قلت لكم بتخوف على الهوا كبرتكم الاول يعني فضايح يا معلم ما تصدقوا. فمشان هيك بتلاقيها بتشجعني كثير وحدي على طول. طيب عظيم. هلا شو رايك نسمع شيء منك شيء اغنيه؟ ليش لا؟ من السي دي الجديد شو بدك تسمعينا؟ انا وشو؟ مين هو؟ انا وشو؟ انا وشو؟ ما حدا معين. ميريام وشو؟ لا بلا ميريام انا وشو؟ بنعود بعد على متابعة بيني حلوين ايه؟ بيني بعد بيني بنعود معكم مشاهدينا لمتابعة بيني وبينك مع ضيفتنا اليوم ميريام فارس المتألقة جدا بالغنى وبالحوار. تابعين معكم الفائزة ضيفتنا ميريام. يعطيك العافية على الغنية كثير حلوة كثير مهضومة. سؤالي الأول ببيني وبينك، هلا التحدي أو الحوار بيني وبينك. بيني وبينك لأي مدى برأيك صار الواحد الشخص اللي بده يدخل مجال الفن صار مهم شكله قبل صوته؟ هلا الشكل بيكون مكمل. هلا صرنا عصر الصورة كمان يعني كله بيكمل بعضه. الشكل كتير مهم كمان لأنه أنت عارف من حالك كن عم تحضر إنسان عم بيغني إذا كان حلو بدلك تتطلع، إذا مش حلو تبرم تسمع بس تبرم. بيني وبينك بالنسبة لوضعك الفني أي يساعد أكثر بعد صوتك ولا شكلك؟ أكيد صوتي. صوتك أكثر؟ أكيد. طب بيني وبينك ما رقصتي بالفيديو كليب لتلفت الأنظار ولا كيف؟ لعبر أنا عن حالي أنا شو بحب. بس بيني وبينك قد ايه برايك الرقص بفيديو كليب بيساعد للوصول اسرع؟ يعني بصيروا يقولوا ميريام عم ترقص وكذا. مش ضروري، فيك تعمل غير شيء وتوصل. مش ضروري ترقص. طب بيني وبينك لمين بتشبهي حالك من الفنانات الجداد مثل هيفا وهبي، نانسي عجرم او اليسا، او بتعتبري حالك بس بخانه لوحدك؟ ما فيني اقول بخانه لوحدي لانه انا فنانه مثل غيري. بس كل وحده عندها ستايلها، كل وحده بتتميز بشيء يعني، كل وحده عندها شيء مميز. طيب ميريام البعض بيقول انه عصر النجوميه ولا خلص. بيني وبينك شو بتتوقع ميريام فارس انه تحقق وشو هي فرص النجاح عندها؟ حقق بالنهايه اذا الجمهور قبلتني هن، اذا فتت لا الجمهور صبر. طب قطعني يا هلا طيب ولا فهمتوا علي انا شو عم بحكي؟ طب خلص شو بدك انت؟ بيني وبينه. لا بس بيني وبينه انه الجمهور فهمتني. ايه اوكي. اذا فتت لقلبهم يعني هن بيخلوني كمل وبيخلوني صير نجمه، مش انا بدي اقرر هيدا الشيء. طيب بالمؤتمر الصحفي لاطلاق الالبوم الجديد تبعك اللي هو السي دي ميريام صار في تلاسن بين احدى الصحفيات وشاعر توني ابي كرم. بيني وبينك شو حقيقه هالموضوع اللي صار؟ شكرا لجواب. لخبرك شو صار يعني؟
يعني هذا اكسسوار. هيدا حكيت ورجع هذا رد عليه ورجعت هي حكيت كثير فهمنا نحن بسرعة. لا هي الصحفية اللي كانت متابعتنا من وقت استوديو الفن بتحبنا هي كثير، شافت انه الالبوم انا بقدر اعطي اكثر من هيك وبقدر ينعطاني اغاني يمكن ميله للطربيه اكثر. هلا صار في تلاسن انه هن بين بعضهم اصلا كان في من قبل حكي ما بعرف بس انا الشغله اللي كانت موجهت لي لالي هيدا الحكي وانا قلت له انه هيدا انه مش اول البوم انه اول البوم بس مش اخر البوم يعني أوكي. يعني فيني بكره بس اكبر بالعمر بقدر اعطي اكثر يعني. حلو. طب بيني وبينك انت يعني مع مين كنت؟ دائما الواحد بمشكل بيكون يعني بميل اكثر لهالشخص. لا هي مع مين كنت اصلا؟ ما كان في مشكل يعني بس هن كانت شغله بين بعض انا ما خصني. انا انت بس كنت متفرج يعني؟ ايه انا بالوقت انه ما خصني انا توجه لي عم بتقولي ما خصك وانا حسب ما اشيع انه ميريام فارس لها دخل بالموضوع حتى لا تعمل لا حتى لا تعمل بروباغندا اكثر للالبوم تبعها الجديد. بيني وبينك صحيح هالشيء او لا؟ اكيد لا اكيد لا, لا. اكيد لا بتجزمي يعني؟ ايه لا مصور اصلا اني تعجبت. لا لا انه مفتعل الموضوع قبل لانه بتعرفي بصير يقولوا انه بمؤتمر الصحفي تبع ميريام صار في كمان تلاسل. لا هو صار في حكي كثير بس لا ما كانت مفتعله ابدا. ما كانت مفتعله ابدا. طيب هل انت مع اللي بيقولوا انه صوتها وقدرتها الغنائيه لميريام اكثر من اللي عم يظهر بالسي دي الاخير تبعها؟ يعني السي دي الاول والاخير يعني اللي عملتيه وان شاء الله طبعا مع سيديات بالسنين المقبله. هلا شوف هذا السي دي هو اكثر يعني كبصمه لإلي انه انا لا بدي لفوت على الساحه. يعني هذا مش كل شيء عندي قلت لك انا كل ما اعمل اكثر يعني موقف اكيد يعني هلا اليوم عم بتبلش بهالمجال وبلشت بي وبعدين نزلنا ب ب بستايل جون اكثر ما فيني غني طرب او هيك بس الاغاني مش هينه الاغاني فيها اشياء كثير حلوه. طيب بيني وبينك رح تقدر تغني لايف مع الجمهور هيك يعني فاس فاس ولا رح تتكلي على البلاي باك يعني؟ لا اكيد اصلا انا يعني كان جوابي لا هاي الصحفية اللي عم تحكي انه قالت لي كيف بدك تثبتي حالك انت هو هذا الموضوع كان يعني. لا هو لا مش هذا الموضوع بس انسال هذا سؤال قرري شو بدك انت انه كيف بدك تثبتي حالك قلت لها انا بثبت حالي وبين قدرتي لما بطلع بغني اللايف ولما بغني كمان اغاني طربيه. هلا بدنا نثبت حالنا على الهواء غنينا شيء لايف هيك بس بدون موسيقى بس الميكرو ابو الليل خدمات سريعه يعطيك العافيه مع انه هلا غنيت لك ايه بقى. طب يلا بنغني مع بعض لانه هلا ضمن البيني وبينك مع بعض مع بعض كنا انا كمان بنزع لك اياها انا كمان معك يعني بنزع لا اوكي شاب الاسمر جنني سلب لي عقلي مني وغيره ما بهوى شبان ولا بريد يبعد عني الله 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 احياء الله 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 غيره ما بهوى شبان يا عيوني بعد عني الله الله وهي السيارة تجي يا حبيبي وانا عرفت من الضمرة ميريام بيني وبينك ميريام بيني وبينك بيقولوا انه كتير بتنقي بالشغل خبرك يعني خبرية مظبوطة او لا؟ لا مظبوطة مظبوطة مش بلاحق شغلي لاخر اداء التفاصيل بتلحقيها كثير بس بتنقي شوي اكثر عن زيادة عن زوم مش بنقي يعني بتنقي يمكن لمصلحة شغلك اكيد يعني يمكن انت بتشوفي مثلا اللي بيلبق لك اكثر من غيرك او شيء ايه كثير يعني بدي اعرف كل شيء عم بيصير بدي يكون انا موجوده على كل شيء ما بحب اتفاجئ بعدين بشيء انا ما بحبه. طيب الفنانين الجداد يلي هيك بيلمعوا وببلشوا ينعرفوا يتهموا دائما بالغرور يلي هي شيء مش دائما صحيح. بيني وبينك انت حاسه حالك انك تغيرتي مع اول سي دي يلي نجح وان شاء الله انه ينجح اكثر واكثر مع
كثرة الشغل ان شاء الله يلي رح يجيكي، حسي حالك بيناتنا انه رح تتغيري او لا؟ لا. بطلب من الله اني ما اتغير. حلو كثير. ان شاء الله دائما بالتوفيق. السؤال الاخير بيني وبينك، بلشتي مسيرتك مع شركة انتاج والمال بيغري طبعا، بيني وبينك اذا اندفع لك اكثر من شركة انتاج ثانية وبدون جواب دبلوماسي، بتغيري شركة الانتاج او لا؟ لا، شو خص ال ما خص البادجت، خص المعاملة اكثر، هن كثير منيح معي بعقده يعني عن جد كلهم وماشيين معي دغري، فليش بدي اغير؟ حلو كثير، نحن بنتمنى لك دائما توفيق لك مريم. هلا صار وقت طبعا نسحب القرعه، اشخاص يربحوا معنا مباشره قبل ما ننتقل لبريك، وبعد البريك رح نكون مع لعبه الصندوق، شوفي بقلب الصندوق يلي جابت لنا اياها مريم. اوكي، رح نتوجه انا وياك على الكبسه مريم، نعطيها زقبه لمريم. الكبسه العجيبه الموجوده هون رح تخول شخصين هلا يربحوا مباشره، كل شخص بيناتهم 150 دولار كاش بيستلموها مباشرة، هود اللي بقيوا من رانيا من ال 500 دولار، 150 ب 150. أول كبسة رح تكبسي لنا إياها هلا مريم، رح نقول 1 2 3. تبرم أول 150 دولار كاش، الرقم 041. 041 دوموزيل واقفة هونيك، اوكي، رح اوصل لعندك انا على السريع، بس بيوصل لك الميكرو، بنتعرف على الاسم الكريم ومن وين جاية وانت مين موجودة معنا. اماني ابو زيد من النبطية. ماريا ابو زيد. اماني. اماني ابو زيد من النبطية، انت مين موجودة معنا هون؟ انا ورفقات. اوه، اسم الله. من هنا لاماني. بيني. الف مبروك لك اماني، بتحب تسألي سؤال للفنانة مريم؟ لا بس بالله انه انا بسمع لها غنيتها دائما كثير بحبها. غني لي اياها. صوتي مش حلو، صوتي مش حلو. مش مشكلة، انا غنيت، انا صوتي يعني بياخذ العالم حبة. الف مبروك لك 150 دولار كاش نقدا وعدا لأماني. الجائزة الثانية ايضا بنذكر انه كل الجوائز الكاش والعينية مقدمين من بيضون سنتر الكويت. ايضا مريم رقم جديد 1 2 3. ايضا 150 دولار كاش أكثر وعدا بالنصيب بالرقم 0089 089 089. شاب قاعد لوين لحقني؟ بدل الميكرو يوصل لعنده. أهلا وسهلا فيك، ماشي الحال. على فكرة الشاب اللي واقف هون اشترك معي ببرنامج قصة كبيرة. هاي بشير، كيفك؟ كيفك انت؟ قصة كبيرة، طلع لك زونك ولا لا؟ زونك كبير كمان. زونك كبير، ذكرنا بس باسمك. علي سعد. علي سعد. جاي من عمروسي منطقة شويفة. أهلا وسهلا فيك، 150 دولار كاش عوضنا لك قصة كبيرة. حبيبي بس بقول هاي للصبايا كلهم معي. مين معك هون؟ مين معك؟ شو بدي أقول لك؟ كلهم معي. عليا، أمل، سامية، عليا. خلينا ناخذ لها هيك شعراتك، قد إيه أخذهم؟ قد إيه أخذوا معك وقت شغل لوصلوا لهالقد؟ من ساعات ولا 8 ايام؟ من ساعات. من ساعات. الاسم الكريم؟ عليا حسن. عليا بنقلها بيني. الف مبروك لك علي، 150 دولار كاش. بدنا نعزمك بعد كمان بكبسه جديده، رح يربحوا معنا ساعه قيمه، ساعه نوتيكا قيمتها 250 دولار مقدمه ايضا من بيضون سنتر الكويت. 1 2 3 ورا. قوتها مضبوط 112 في الصبية اللي واقفة هون على السريع كمان. الميكرو بقي معي. كيفك؟ تمام، ماشي الحال. اسم الكريم؟ لا هيك ما بينسمع. اوكي، ميراي. ميراي مهدي. ميراي مهدي من وين؟ من البقاع الغربي. من البقاع. اهلا وسهلا فيك، انت ومين موجودة؟ ملبك شوي حسك. انا وجوزي. وين جوزي؟ لين بعد لين بعدي عن بعضكم؟ شو القصة؟ هيدي قد ما البيت قراب، جيبوا هون بعده. ولا تحميكي. اهلا وسهلا فيكم جميعا، مش اول مره بتحضروا البرنامج ولا؟ اول مره انا بجي. اول مره بتجي هون. الف مبروك لك، تربحي معنا الساعه. الف مبروك لك مريم. رح يكون في عنا طبعا بعد الاعلان، رح يكون في عنا بعد محطه وجوائز قيمه، ورح يكون في عنا لعبه الصندوق. اوكي، هلا انا وياكي رح نوقف هون لنقول للمشاهدين حتى اعلانيه بنعود بعد على متابعه بيني. اوكي، خلينا نقول انا ومريم. اوكي، بنقول لحظات قليله مع الاعلام، بنعود بعد على متابعه بيني.
بيني وبينك مع ضيفتنا اليوم ميريام فارس المتألقة بالغناء وبالحوار. متابعين معكم ايضا ميريام صار وقت ايضا هلا نلعب لعبة هالصندوق. بيني وبينك في هالصندوق، بقلب هالصندوق جبتي معك غرض من البيت. نحن في هالصندوق بيني وبينك. نحن في هالصندوق بيني وبينك، لأنه فعلا لو ما كان في هالصندوق كان الوضع خطير جدا. بدي أطلب منك ميريام كمان تتوجهي على الكبسة العجيبة. قبل ما نسحب بالقرعة مين رح يلعب معنا على الصندوق؟ رح نسحب مجموعة جوائز أيضا للجمهور الموجود معنا اللي مقدمين كلهم من بيضون سنتر الكويت. قبل كمان ما تسحبي الاسم الأول خلينا نشوف سوا شريط الجوائز بيضون سنتر الكويت. بيضون سنتر الكويت بيتكفل بتقديم كل جوائز برنامج بيني وبينك نقدية والعينية خلال شهر رمضان المبارك. بيضون سنتر بفروعه العديدة المنتشرة بجميع أنحاء الكويت. بيضون سنتر لمستلزمات المرأة والرجل من ساعات، جلديات، أقلام، عطورات، مكياج والمنتجات الراقية والفخمة. بيضون سنتر الكويت بيتمنى لكم رمضان مبارك. الجائزة هلا اللي راح تنربح هي عبارة عن محفظة مون بلان قيمتها 300 دولار راح تت بالقرعة. اوكي جاهزة؟ ميريام 1 2 3. بدي الشباب يسيحوا شوي لانه ما عم بنشع الرقم. الرقم هو 057. 57. اوكي الشاب الواقف هون خليك محلك بس خلينا نسمع الاسم الكريم. من اي منطقه جاي انت؟ زاهر زعيتر. بس معك زاهر زعيتر. زاهر زعيتر من اي منطقه؟ جاي من الشويفات. من الشويفات. انت ومين موجود؟ ما تقول لي مع علي سعد. انا وعلي. شو بك يا علي؟ الف مبروك لك جايزه قيمتها 300 دولار مقدمه من بيضون سنتر الكويت. الف مبروك. شكرا لك. كمان بتحب تسال الفنانه ميريام شي سؤال؟ ما بحب اسالها شيء بس بقول لها انه اغنيتها كثير حلوه فعلا وموفقه ان شاء الله. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. ايضا رقم جديد، ايضا رقم جديد وهو رح يربح معنا جائزه هي عباره عن ساعه غاز نسائيه قيمتها 275 دولار مقدمه من بيضون سنتر الكويت. اوكي ميريام 1 2 3 نضرب. رقم جديد ايضا رقم 014. الاستاذ واقف هون خلينا نوصل له الميكرو لعنده. مرحبا. لا ماشي الحال. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخيرات. اهلا وسهلا. انت ميطق عنا بالبرنامج شايفك مظبوط؟ صحيح من اول البرنامج نحن عم نشوف. اهلا وسهلا فيك. الاسم الكريم من اي منطقه؟ حسن المصري من بعلبك اللبو. حسن المصري من بعلبك. اهلا وسهلا فيك ومنحيي كل مشاهدينا في بعلبك. حسن كيف شفت لنا اليوم الفنانة ميريام فارس؟ انت ومين موجود هون؟ انا وبنتي وبنات ابن عمي والمدام. مدام بالبيت. مدام بالبيت. سمعها هلا على الهواء كيف لقيت ميريام فارس؟ ميريام قدام ويحرق اخاه وشو بدي اقول لك؟ خلص ما بعرف شكلها ما بتنقال مرة تانية. اوكي عادي ما فيها شيء. سمعتك؟ قلت لها مريانة مقابيلة ويحرق أخاه. حلو. اوكي مبروك لك. ايضا جائزتين كل جائزة قيمتها 220 دولار عبارة عن قلم مو بلا مقدم من بيضون سنتر. رقم جديد 1 2 3.
ثلاثة. رقم 045 045. استاذ واقف هوني كمان بنوصل له الميكرو لعنده. الاسم الكريم من اي منطقة جاي؟ مصباح التميمي، اردن وانطلياس. مصباح التميمي جاي من الاردن ومن انطلياس؟ سكان انطلياس. انت اردني مقيم بانطلياس؟ اهلا وسهلا فيك، تحية لاله. شكرا. سؤال للفنانة مريم فارس اذا بتحب. شو بدي اقول لمريم؟ ايه بتحب تقلها شيء؟ ايه بقول لها بنطلونها حلو. انا مش عم بسمع من الموسيقى والله، ما عم بسمع شيء. لو سمحتوا معليه. الا بنطلونها حلو كثير. شكرا. حلوة. انا برايي ما عادش حدا يقول شيء، خلينا ناخذ اخر جائزه. اخذ كبسه مريم بدل عزبك. يلا. ضحكت ضحكت. مريم الرام الاخير، واحد اثنين ثلاثه، بنكبر. الرام الاخير كمان جائزه قيمتها 220 دولار. رقم 023 023 دوموزيل واقفه فوق كمان. نتعرف على الاسم الكريم، من وين جاي؟ اهلا وسهلا. سناء احنان جايه من ساحل علمة. اهلا وسهلا فيك يا سناء. وجه له تحيه لإلين جيم جاري. بدك تبعت تحيه لإلين جيم جاري؟ إلين جارة. الف مبروك لك ايضا. قلم موبلا قيمته 220 دولار. شكرا لحضورك. بدك تسالي شيء الفنانه مريم فارس؟ لا الله يوفقها، بس بدي وجه تحيه لكل اللي عم بيشوفوني واللي بعرفهم واللي بيعرفوني. مين اللي عاجزي على سامي؟ الف مبروك لك يا سناء. هلا مريم بدل عزبك رح تسحبي هلا بالقرعه الاسم الاول يلي رح يلعب على جائزه قيمتها 1300 دولار، وهي عباره عن ساعه نسائيه ماركه دانهيل مقدمه من بيضون سنتر. اذا وصلنا على اخر احتمال، اخر احتمالين وما ربح الشخص، يعني وصلنا بياخذ بداله 50 دولار كاش بس فقط لا غير. خمس احتمالات، جاهزه مريم؟ واحد اثنين ثلاثه. رقم 066 066 066. دوموزيل واقفه اول صف كمان، اهلا وسهلا فيك. متعرف على اسم الكريم، الميكرو وراك. فاديا محيو. ما سمعتك. فاديا محيو جاي من مارلياس. اهلا وسهلا فيك فاديا. انت ومين موجوده؟ انا وابني. وين وابني؟ خليه يوقف. مرحبا. شو اخبارك؟ بيني بينك وبينك. مدام فاديا عندك خمس احتمالات. اليوم ضيفتنا مريم فارس جابت معها شيء حطته بهالصندوق. هل هو سي دي الوحيد لإلها يلي انتجته مؤخرا؟ هل هو فستانها هي وصغيره؟ هل هو الكنار ببيتها؟ هل هو اول فستان صممته اما لإلها، او اول تياب باليه لبستهم؟ تصور اول تياب باليه لبستهم. تتصوري هيك؟ تصورك غلط مدام فاديا. اوكي شكرا لك فاديا. رقم جديد ايضا مريم. مريم رقم جديد كمان. واحد اثنين ثلاثة، تفضلي مريم. عم اهلك عايدك مريم، عم اهلك عايدك. رقم جديد، رقم 085. عم تلعبوا على ساعة قيمتها 1300 دولار ماركة دانهيل. 85 موجود. اوكي استاذ واقف هونيك، مرحبا. مرحبا. كيف صحة؟ تمام. اسم الكريم؟ محمد الحاج. محمد الحاج، من وين جاي محمد؟ من شحيم. من شحيم. انت ومين موجود معنا؟ انت ومدامتك واصحابك. اوكي محمد، بعد في اربع احتمالات، سي دي الوحيد، فستانها هي وصغيره، الكنار ببيتها، او اول فستان صممته امه. سي دي. اول سي دي. اجابه غلط يا محمد. مريم ايضا اضرب عنك هالمره. رقم جديد، واحد اثنين ثلاثه، هيا. وسبعين صفر سبعة اثنين. دوموزيل واقفة فوق كمان، بعتولها الميكرو لعندها. بذكر كل المشاهدين اللي حابين يزوروا الويب سايت www.misho.tv. شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ شو الاسم الكريم؟ دارين. دوت دارين، شو اخبارك؟ دوت منيحة. منيحة. دوت من وين جاي؟ اشرفية. دوت انت ومين؟
الاكيب اللي معي حد. انت من الاكيب اللي معك. اوكي دارين بعد في ثلاث احتمالات، فستانها هي وصغيره، الكنار ببيتها، او اول فستان صممته امها. اول فستان صممته امها. اجابه خاطئه كمان يا دارين. دكتوري اخر احتمالين بس عم تلعبوا على $50 كاش، لانه اخر احتمالين يا ابيض يا اسود. كمان اخر رقم بدل عزبك مريم، 1 2 3. الرقم 0 72. مرر. مين 72؟ دوت دارين. بدك ترجع. اوكي ضربة تانية. 1 2 3. صفر 94. صفر 94. مدام الوقفة هون، اهلا وسهلا فيكي، ابعتوا لها الميكرو لعندها على السريع. اوكي مدام، طارت الجايزة اللي قيمتها $1,300، صرت بس عم تلعبي على $50 كاش. احتمالين يا ابيض يا اسود، يا رب تيجي بعينه مثل ما بيقولوا. فستانها هي وصغيرة او الكنار ببيتها؟ فستانها هي وصغيرة. اجابة صحيحة. شباب اكرمونو لنشوف كيف كانت هي وصغيرة. هلا رح يطلع من هون مريم هي وصغير، لنشوف كيف كانت. 1 2 3. ها مريم بعده بيطلع ولا؟ هذا فستان والله كبراني. كبراني مريم. بس يا ميشو هيدا كمان ماما عملت لي اياه. كمان ابنك عملته. وصلنا للصندوق، بنكون وصلنا الى ختام حلقتنا، بس اكيد رح نختمها باغنيه ثانيه لإلك. بختام الحلقه بدي وجه تحيه لكل المشاهدين الموجودين معنا. خلصت الحلقه بسرعه. مريم اعمالك نشاطاتك هلا خلال شهر رمضان، شو عامله بعد رمضان؟ في تصوير كليبات جديد، في مشاريع جديده، خبرينا قبل ما نسمع الاغنيه الاخيره. كليب اكيد في تصوير كليب جديد، بس بعد ما تقرر اي غنيه. وبرمضان عندي كثير هلا حفلات بخيام وهيك. وبعد رمضان حضروني على الفيوتشر، بتعرفوا انا وين. اوكي شو رح تسمعينا هلا بختام الحلقه؟ هلا رح نسمع شو بده يصير. شو بده يصير؟ الله يستر شو بده يصير. اوكي مريم فارس، شو بده يصير؟ كلها سما. مريم فارس شكرا لك. طبعا مريم كانت ضيفتنا بالحلقة الرابعة من برنامج بيني وبينك. بدنا نشكر حضورك اليوم وحضورك المتألق بالغناء وبالخوان. منيحة هيدي. اوكي لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا، اول شيء بدي اشكر شكر خاص للجمهور الموجود معنا، تحية لكم بزقفة قويش. شكرا لحضوركم يوميا. بقول شغلة انه يوم بعد يوم عم بتزيدوا المتصلين وعم بتزيدوا المشتركين واللي حابين يحضروا البرنامج. لكل اللي حابين يحضروا عليكم انه تتصلوا على 03-627-604 بتسألوا عن عباس. الله يساعد عباس، ما بخبركم وضعه كثير سيء بهالايام، بدق بقى تليفون الساعة 2:30 بالبيت، بكون قاعد هو مرته، بتقول له مرته يا عباس. تحية لعباس. اللي حابين يزوروا انترنت www.misho.tv. مريم شكرا لك، تابعينا بكره ببرنامج وحلقه جديده من برنامج بيني وبينك. الى اللقاء. نعم بيني وبينك يا ميشو، ودي طبعا في تحدي، كيف في كلام، يا سلام بيني وبينك يا ميشو، في صداقه، كيف لكان في غرام، شو وانت كمان يا حبيبي، بيني وبينك في ضيوف، بيني وبينك تفضل شوف، بيني وبينك في سلام، انه شو ممكن يكون في يعني، بيني وبينك في اسرار، بيني وبينك في حوار من ميشو دكتور.